السيدة الرئيسة للمحكمة السورية للنساء ضحايا الإقصاء وعدم المساواة في الميراث، جناب المحكمة الموقرة، اليوم نظموا محكمة سورية عند تريبيونال فيكتيف مهدى للنساء ضحايا الإقصاء والتمييز في الميراث. هو حلقة جديدة المحكمة، هذه حلقة جديدة من نضالات بدأت تخوضهم الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات منذ سنة 1999 من أجل المساواة في الإرث. توفى mon père il y a un an et donc du jour au lendemain bien sûr je suis devenue un enfant illégitime pour l'héritage. Et il disait à tout le monde, معناها العبيد راهي ماهيش بنتو، معناها carrément ماهيش بنتو. Donc il y a eu tout un harcèlement psychologique. Il y a eu tout un harcèlement psychologique pendant 8 mois, c'était il y a un an. Pendant 8 mois où on n'a pas arrêté de me répéter que j'étais un enfant, معناها que carrément ma tante elle m'a dit qu'il fallait que je sois reniée, معناها mon père aurait dû me renier. Et chez Ojib Dohoj, je lui ai fait Bismam. Et ils se sont autoproclamés les héritiers. وقت اللي كتب العقد الصدقه انا فكر شومي مازلت تولدت شهرين بعد واختي مازالت نتي مام با كونسو تولدت 3 سنين من بعد، يعني بابا معناها تلمو ما يحبش البنات، ما يحبش زوجته اللي هي تصغر ب 30 سنه واللي هي كانت تولدت في وسط المدينه تاع صفاقس وجيت معاه للجنان وخدمت الأرض معاه وحافظت عليها وخرجت في الليل تعرضت للسراق. هذا الكل أخواتي نساوه وأمي ما عادش تعرف، ما عادش تصلح، ورجلها كيف كيف اللي هو في آخر حياته ولا عاجز وتلهيت به، خاطر هي تقول أنا بنت أصل من لوحش بو ولادي، تلهيت به حتى توفى. معناها وقت اللي توفى هو 81 سنة عمره وهي عمرها 49. كانت معناها ما عندهاش الحق باش تملك اي شيء، العمل نتاعها مرحب به لكن امتلاك لا شيء، لا هي ولا بناتها. أهمية تكمن في أنه الناس تتعرف على علاش احنا نحبوا المساواة في الميراث، علاش ندافعوا على حقوق النساء، علاش نحبوا نوصلوا للمساواة التامة والفعلية. الأهمية في ليزيفينمون هذيا اللي احنا كل حدثنا عملوه نجيبوا لي دوكيومون نتاعنا، نجيبوا البراهين نتاعنا، نوزعوها على الناس، نتناقشوا، نقبلوا الآراء المختلفة، نسعى ونحو ان نخليو الناس تفكر وتخمم وهي تولي تطلب الحاجه اللي احنا ديجا نطلبوا فيها. هي طريقه اللي يكونوا فيها الضحايا هما في قلب الحدث، مش فقط المشرعين والساسه الى غير ذلك، وانما قلنا خلي نعليو صوت النساء، يكسروا حاجز الصمت، يكسروا حاجز الخوف، هما اللي يقولوا بنفسهم كيفاش عاشوا المعاناه هذوما. انتم حضرتوا معنا اليوم شفتوا قداش فما مشاعر فيها الكثير من الغبن، فيها الكثير من الأسف، لأنه عائلات تفكت بسبب عدم المساواة في الإرث، واللي هو يصدم الناس اللي يكذبوا علينا اليوم ويقولوا الوحدة متاع العائلة باش تتمس إذا كان ساوينا ما بين البنية والولد ولا ما بين الزوجة وزوجها في الميراث، وإلا ما بين الابن اللي مولود في وسط الأسرة القائمة على الزواج والابن المولود خارج الزواج.